السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم متابعينا الأعزاء؟ إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. رجعنا لكم بدرس جديد. بهذا الدرس جبت لكم عدة جمل كتير مفيدة ومستخدمة بحياتنا اليومية ومستخدمة عند الأتراك وبالشارع التركي. هي الجمل عبارة عن مقولات تستخدم عند الغضب إذا كنت معصب، فهي حتساعدك الجمل كتير بالمحادثة. فيكم تعتبروها مقولات وشتائم، يعني جمل قوية. يعني قبل ما نبدأ بهذا الدرس بتمنى تدعمونا بلايك وشير وتعليق، يحفزنا على الاستمرار. وإذا كنت مالك مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلك جميع إشعارات دروسنا القادمة. وهلأ خلونا نبدأ. عنا الجملة الأولى: سني باس باس يابار yerleri silerim silerim seni paspas yapar yerleri silerim seni paspas yapar yerleri silerim. وتعني هاي الجملة بعملك ممسحة وبمسح فيك الأرض، يعني مثل شتيمة أو تستخدم عند الغضب. إذا عصبت من واحد فيك تستخدم هاي الجملة. سني سني المفعول به أنت، يعني انت المفعول به هو انت. باس 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 يعني خرقة او ممسحة. باس باس يابار بساويك، يعني بتصير ممسحة. يابار انه بتصير ممسحة. يير لري يير لري الاماكن. يير مكان، يير لري الاماكن. سيلرم سيلمك المسح، فعل المسح سيلمك. سيلرم بمسح بالزمن الواسع، بمسح فيك الأراضي، بعملك ممسحة وبمسح فيك الأراضي. سني باس باس يا بار يلري سيلرم سني باس باس يا بار يلري سيلرم. ننتقل للجملة الثانية: انتبه لتصرفاتك. أياغنو دنك آل أياغنو دنك آل آيانو دنك آل آيانو دنك آل آيانو دنك آل دنك آيانو دنك آل، يعني خد انتباهك. آيانو دنك آل. ننتقل للجملة الأخرى: لا تحكي طالع ونازل، مثل ما بنقول نحن بالتركي. فينا نقولها: إيلاري جاري كونوشما إيلاري جاري كونوشما إيلاري جاري كونوشما إيلاري جاري كونوشما. فيك تضيف مثلا لان إيلاري إيلاري جاري كونوشما لان، بمعنى لا تحكي طالع ونازل. ولا لان بتستخدم بتسمعوها بالشارع التركي، بتعني ولا. إيلاري إيلاري وتعني لقدام، إيلاري أمام. جاري وراء أو خلف. جاري كونوشما بمعنى المعنى الحرفي لا تحكي قدام وورا. إيلاري جاري كونوشما. نحن بنقول لا تحكي طالع نازل، هنا بيقولوا قدام وورا. إيلاري جاري كونوشما. ننتقل للجملة الأخرى: بقطعك بارتشالارم سني parça larım seni. Parça kıta, parça parçalamak hiye taktiy o parçalarım zaman vasa kıtak seni enta meful be parçalarım seni parçalarım seni parçalarım seni parçalarım seni parçalarım seni parçalarım seni lan parçalarım seni parçalarım seni parçalarım seni ıpkatak parçalarım seni. Menaid kıraat cemal: seni paspas yapar yerleri silerim ayağını denek al ileri geri konuşma parçalarım seni. Nıntıkal alan cemal ukhra:
بقلع عيونك او بقلع عيونك ساني جوزونو او يارم سانين جوزونو سانين جوزونو او يارم سانين الضمير الملكية سانين ضمير الملكية انت سانين جوزونو جوزون الجوز عين جوزون عينك الان لاحقة الضمير الشخصي الملكية للضمير سنين سنين جزون سنين جزون عينك سنين جزون الأول مفعول به عينك ويرم ويرم فعل التقليع ويرمك ويرم 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 بقلع عيونك سنين سنين جزون ويرم O yarım. Senin gözünü o yarım. Senin gözünü o yarım. ننتقل للجملة الأخرى. بكسر عظامك. Kemiklerini kırarım. Kemiklerini kırarım. Kemiklerini kırarım. Kemiklerini kırarım. Kemiklerini kırarım. Kemiklerini kırarım. كيميكليريني كرارم كيميك وتعني العظم كيميكلير العظام لير لاحقة الجمع كيميكليرين عظامك إن لاحقة الضمير الملكية للضمير سنين كيميكليرين عظامك كيميكليريني إيه المفعول به كيميكليريني كرارم كرارم كرمك فعل الكسر كرارم بالزمن الواسع جاء هنا كرارم بكسر عظامك كميك لريني كرارم كميك لريني كرارم كميك لريني كرارم ننتقل للجملة الأخرى بدعسك تحت رجلي من أولى بالتركي سني أيامن ألتندا أزرم سني أيامن ألتندا أزرم سني أيامن ألتندا ezerim. Seni ayağımın altında ezerim. Seni mef'ul be. Enta ayağımın ayağımın akdami au rijli ayağımın ayak rijl au ayağım rijli damir mulkiye em ayağımın altında altında bi esfal au tahet akdami ayağım altında tahet rijli ezerim ازرم ان بدعسك ازرم 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 سني ايام التندا ازرم اصبحت بدعسك تحت رجلي سني ايام التندا ازرم سني ايام ايام التندا ازرم ننتقل للجملة الاخرى سني بوارم سني بوارم بوارم بخنقك سني بوارم اخنقك سني بوارم سني بوارم بوارم سني بوارم بوارم سني بوارم بوارم سني بوارم نعيد قراءة الجمل سنين gözünü oyarım kemiklerini kırarım seni ayağımın altında ezerim seni بوارم الآن ننتقل للجمل الأخرى لا تسرسر أو لا تلعي جيفيزاليك يابما جيفيزاليك يابما جيفيزاليك يابما جيفيزاليك جيفيزاليك يابما جيفيزاليك يابما جيفيزاليك يابما لا تسرسر جيفيزاليك يابما يا صوراتسز سني جملة أخرى صوراتسز سني يا بلا وجه أو إنه صورات هي الوجه أو صورات سيمة الوجه صوراتسز سان صوراتسز سان صوراتسز بدون وجه أو بدون كسم كسم وش يعني إنه ما عنده كسم وجه سيمة وجهه مو حلوة مثلا بتقول له انت بتقول له صورات سز يعني تشاركين يعني وقت الشخص يكون بشع صورات سز سان هنا سان وليس سني اضيفة اي زيادة سان
فينا نضيف الضمير الشخصي في الأخير باللغة العامية بالشارع، فما في قاعدة معينة، أحيانا بيضيفوها بالأول سان سورات سيز أو سورات سيز سان أو سورات سيز سن سورات سيز سان سورات سيز سان بلا وجه، بمعنى أنه الشخص بشع كتير و وشو انه ما في كسم، فبيقول له سورة سز، بشع الوجه، سورة سز، سورات سز سان. ننتقل للجملة الأخرى، بقبرك هنا سان ساني بورادا جمرم، ساني بورادا جمرم، ساني بورادا جمرم، سني بورادا جمرم، سني بورادا جمرم، سني مفعول به، بورادا بوردا بنلفظ بشكل سريع، بوردا بوردا الآ مو واضح، بورادا جمرم 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 بالزمن الواسع يعني بتعني فعل القبر يعني جمرمك جمرم جمرم بقبرك سني بورادا جمرم بقبرك هنا بأرضك يعني سني بورادا جمرم جمرم. ننتقل للجملة الأخيرة، أجلين أولا جام، 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 سأصبح أجلك بمعنى رح جيب أجلك، انه رح خلص عليك، اجلين اولا جام، اجلين اولا جام، اجلين اولا جام، اجلين اولا جام. نعيد قراءة الجمل، جيفازيليك يابما يابما سورات سسان سني برادا جمرم اجلين اولا جام. ولهون اصدقائي بنكون انتهينا من هذا الدرس، بعتذر عليكم على الاطالة. إذا عجبكم الدرس بتمنى تدعمونا بلايك وشير، وإذا حابين نستمر بهيك جمل، جمل كتير قوية وشتائم، أو جمل تساعدكم بالمحادثة، اكتبوا لي تحت بقسم التعليقات منشان نساوي دروس مماثلة لهذا الدرس. وإذا كنت مالك مشترك بالقناة، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلك جميع إشعارات دروسنا القادمة، وتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعية حتى يوصلكم كل جديد، وطبتم بأمان الله، والسلام عليكم، انتظرونا بدرس جديد إن شاء الله.